لتسليط الضوء على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع وإجراءات الحكومة وكيف يمكن أن نتعاطى مع هذا الملف. ينضم لنا الدكتور منذر الحوارات، الطبيب والمحلل السياسي. دكتور منذر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. بس الصوت واطي لو سمحت. نعم، أقول يعني قبل أن أبدأ بقراءة الأداء الحكومي والإجراءات، وخصوصا أنه الآن بدأنا نسمع عن إجراءات جديدة يمكن أن تثير جدلا، منها تلقيح الأطفال. قبل أن نبدأ بهذا الشأن، اليوم الحكومة أعلنت ووزارة الصحة عن دخولنا في الموجة الثالثة، ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني ذلك أن المنحنى الوبائي بدأ يأخذ فعلا تصاعديا، يزداد كل يوم. مثلا امبارح كانت 8.6 بالعشر، اليوم 9.4 بالعشرة، وهذا تزايد ملحوظ في عدد الحالات ونسبة الحالات المصابة. بالتالي هذا يشير إلى أننا الآن في صلب الموجة الجديدة، وهذا يتطلب باعتقادي إجراءات أكثر حرفية وأكثر مهنية فيما يتعلق بالوقاية، سواء على صعيد وسائل الوقاية، على صعيد التلقيح، على صعيد الحملة التي تستدعي من الناس الذهاب لتلقي المطاعيم. هذا معنى الكلام. نعم. طيب الآن يا دكتور، يعني في حديث عن إجراءات جديدة، هذه الإجراءات تتحدث عن ربما يكون هناك تلقيح للأطفال، حظر على الأفراد الذين لم يأخذوا اللقاح، لا نعرف شكله، في حديث عن أنه ممكن يكون في غرامات مالية عليهم. الآن يعني إذا ما أقدمت الحكومة على مثل هذه الخطوات، في المقابل هناك من ينتقد هذه الخطوات على اعتبار أن هناك تراخيا من قبل أجهزة الدولة في قضايا أخرى، مثلا الحفلات الفنية والمهرجانات التي يعني تجتمع فيها الحشود والجماهير، ما رأيك؟ نعم، دعني أكون هذه المرة حادا باتجاه المجتمع. برأيي أننا لا نزال في إطار 35% من النسبة اللازمة لتلقي المطعوم من المجتمع. يعني احنا طعمنا 3,600,000 من أصل 11 مليون إنسان، هذا يعني هذا أن ثمة تأخر كبير. هذا يشير إلى حالة من النقص المجتمعي، حالة يشير إلى حالة من عدم القناعة بالعلم. استطاع أنصار الجهل وأنصار المؤامرة وأنصار المقولات غير العلمية أن يفرضوا رأيهم على مجتمع يفترض أنه 97% منهم متعلم. هذا أمر خطير، أنك لا تزال تجلس مع أناس يقودوا المجتمع ويوجهوه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأنه هذا مؤامرة واللقاح مؤامرة. هذا سفر برأيي. حتى لو كانت الحكومة أخطأت، حتى لو كانت الحكومة تصرفت بحماقة كبيرة في عدد من القضايا، هذا أبدا لا يبرر أنه إحنا بسبب ذلك نعزف عن اللقاح، نعزف عن لبس الكمامة، نعزف عن ممارسة وسائل الوقاية. كل تلك الأقاويل التي نعلق عليها فشلنا في تبني منظومة صحية علمية تستند إلى المعايير الدولية كمجتمع، برأيي لا يبرر لنا أن نتلكى أو نتحجج بسلوك الحكومة. سلوك الحكومة يفترض أن تعاقب عليه وفق منظومة دستورية واضحة، لكن أن نستمر بهذا السلوك لأنه والله الحكومة عملت احتفالين 3-4-10، هذا لا يجوز أنا برأيي، والاستمرار فيه هو مضيعة للوقت وحذر لصحة المجتمع ويجب التوقف عنه. أنا لاحظت خلال اليومين الماضيين، توفي لي عمي وزوجته في بكورونا، وجدت أن نسبة غير المتلقحين عالية جدا، نسبة من تهربوا ودفعوا أموال ثمن شهادة التطعيم عالية جدا. يعني أنه في بين ظهرانينا الآن هنالك أناس مسجلين على أنهم تلقوا اللقاح ولم يتلقوه، وبالتالي هذا العزوف المجتمعي والرغبة في التحايل مع وجود موظفين في أجهزة الدولة سهلوا ذلك. أنا برأيي هذا يجب أن نقف عنده طويلا. في دول العالم المتحضرة، وهي أنا أتحدث هنا عن سويسرا، بدأت بفرض اللقاح
وأنا أتصور قانون الصحة العامة يفرض على العاملين في الدولة أو من يريد أن يستخدم أدوات الدولة أن يطيع وأن ينصاع لقانون الصحة العامة. حتى الآن لازلنا نراوح مكاننا في مجال المطاعيم، لو أننا استثمرنا الفترة الطويلة جدا التي كان فيها حالة رخاء كورونا، باعتقادي لم نكن نصل إلى موجة جديدة بهذه السهولة وهذه الطرقة. للأسف. بس يا دكتور يا دكتور نعم. الآن في دول أخذت المطعوم ونسبة المطعوم عندها يعني الذين حصلوا عليه مرتفعة جدا، مثل دولة الكيان، مثل دول أخرى، وعادت موجات. يعني برضو في تساؤلات مشروعة من حق المواطن أن يسألها. يعني هناك أنا أجيبك. نعم. العلم أجاب والإحصاءات أجابت عن ذلك. لم يقل أحد أنه من يتلقى اللقاح لن يصاب بكورونا. لم يقل أحد أنه هذا اللقاح أبدي. الكل قال أنه مدته تتراوح ما بين 6 إلى 7 أشهر، وبالتالي فرص الإصابة ستحصل. ولكن العلم يقول أنه 1% ممن دخلوا المستشفيات فقط هم ممن تلقوا أو اللقاح. معنى ذلك أنه قد نصاب بكورونا، قد تكون الأعداد كبيرة جدا كما في دول أوروبية، ولكن نسبة من يدخل المستشفيات من هؤلاء الناس قليلة. نسبة من يصابوا بحالة متوسطة شديدة أو متوسطة قليل جدا. كل الحالات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة والمدرت خلينا أسميها. وبالتالي اللقاح أثبت فائدته في كثير من الحالات على أنه يحمي من الدخول إلى المستشفى ومن الإصابة بحالة خطيرة، ويحمي أيضا من الإصابة الشديدة. بالتالي فكرة أن من تلقح أصيب، هذه فكرة يمكن تفنيدها بالدراسات العلمية، أنه هذه الإصابة كانت خفيفة في أغلب الحالات، وهذه الإصابة لم تستدعي دخول المستشفيات، وبالتالي اللقاح أثبت عمليا فائدته. ولم تعد فكرة المحاججة بأن اللقاح ليس ذا فائدة أو ذا قيمة موجودة أساسا، لم يعد المجتمعات تناقش فيها. إنما للأسف الشديد التيار الطاغي على المجتمع هو التيار الذي يبرر أنه اللقاح ليس له فائدة وليس له قيمة. هنالك تبريرين الآن. التبرير الأول أنه يقول نحن نجتمع ونعمل أفراح وحفلات وعزيات، أو الحكومة عملت، إذن إحنا خلينا نعمل، ليش ما نعمل طالما الحكومة عملت؟ هذا واحد. اثنين، الطرف الثاني يستفيد من إصابات بعض الحالات التي تلقت المطعوم، ويقول طالما من يتلقى المطعوم يصاب مرة أخرى، إذن لماذا نلجأ إليه؟ لم يحاكوا أنفسهم أنه أنا صحتي ليست بالدرجة الأولى مرتبطة بالحكومة، بل هي مرتبطة بقرار شخصي مني أنا شخصيا كمواطن أني أريد أن أحافظ على نفسي أو لا، وليس بالحكومة، ولا أوكل للحكومة هذه المهمة إلا في اللحظات الصعبة والشديدة. أما فكرة اللقاح، هذا العلم يقول للناس كلها أنه نسبة الوفيات تراجعت والخبرة بكورونا أصبحت كبيرة، وبالتالي اللقاح أعطى مفعولا أكيدا. وفكرة التنصل والابتعاد عنه وعدم أخذه برأيي هي حالة من الغباء المستعصي، يجب أن نعالج الذهنيات قبل أن نعالج الصحة برأيي. الحكومة تقول بأنه لا عودة للإغلاقات، وهناك من يشكك ويقول بأنه يعني شفنا في الفترات الأخيرة قرارا للحكومة بالتجديد في منع بيوت العزاء والتجديد على صلاة الأفراح وإلى آخر ذلك. هل تعتقد بأنه يمكن أن تكون هناك مرحلة يمكن أن نصل لها بالعودة إلى الإغلاقات؟ للأسف الأردن أفرغ والحكومة أفرغت كل ما في جعبة الأردن من إمكانيات للعودة مرة أخرى لممارسة حظر مجتمعي كلي، وهذا أصبح بعيد المنال بسبب كلفته الاقتصادية وكلفته الاجتماعية وأيضا التعليمية. بلحظة ما إذا الإغلاقات مرفوضة رفضا قاطعا، ولا يوجد لدينا الترف أنه نغلق مثل ما فعلنا في المرة الأولى بشكل غير علمي الآن. لكن إذا وصلنا إلى مستوى وحد كبير من الإصابات وامتلأت المستشفيات وأصبحت إمكانية أن تستوعب مزيدا من الحالات، برأيي الخيارات ستصبح ضيقة رغم صعوبتها وإيلامها،
وآثارها الجانبية سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد التعليمي وغيره. ولكن حتى الآن يبدو أن القرار الأعلى هو مقاومة أي فكرة للإغلاق أو للحظر المجتمعي بسبب غياب الإمكانية لذلك، وبسبب أنه أيضا وجود فرص أخرى الآن، توفرت العلاجات، توفر الوعي بجائحة كورونا، سيتوفر الآن لقاحات. يمكن لو خذنا تجربة الإلزامية اللقاح. نعم دكتور. دكتور منذر الحوارات، الطبيب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.